يتواصل مسلسل التسجيلات الصوتية المسربة المنسوبة لنور المالكي زعيم حزب الدعوة في العراق وآخرين لم يتم الكشف عن هوياتهم وما حملت هذه التسريبات من معلومات خطيرة بين طياتها ففي التسجيل المسرب الجديد اعترف المالكي بأن تحالف الفتح وميليشيات حزب الله والعصائب وسيد الشهداء تابعة لإيران بشكل مباشر كما دعا المالكي زعامات الميليشيات الى اتباع خط الحرس الثوري الايراني لكون الاخير مدعوما من علي خامنئي مقابل الابتعاد عن الاستخبارات الايرانيه اطلاعات. امر جماعه فتح هم دول الفصائل الكتائب والعصائب والبدو كلهم يعني ايرانيين <applause> سماحه السيد وكل الامر به اراده قدس من <applause> حجر راس ماله الامر بيده الحديث يصير مع تبشير بالاقتتال وتجديد على ضروره اراقه الدماء من جديد بفتوى جاهزه للدفاع عن المذهب في العراق على ان تقوم بتنفيذها مجموعه تدعى كتائب ائمه البقيع ضمن جماعه تطلق على نفسها امه الاخيار بقياده مرجع ديني اشير اليه في التسريبات باسم ايه الله الميرزا والحديث لاحد الحاضرين في اجتماع المالكي لازم يصير دماء حج وهاي الدماء بها شرعيه يعني احنا مراجعنا وعلى راسهم سماحه اية الله الميرزا يشير بالدماء الجديده وفتوى موجوده بهذا الشيء لازم يصير دماء لان اكو ناس ما تقعد اذا مو دماء جديده واحنا مستعدين نضحي للعقيده والوطن والعرف زين والمذهب لان يستاهل يستاهل المذهب واحد يضحي وسبق ان اكد المالكي في التسريب الصوتي السابق ان المرحله القادمه هي مرحله نزاع مسلح وانه على استعداد لمهاجمه محافظه النجف لقتال مقتدى الصدر دفاعا عن التشيع على حد تعبيره وقال ايضا انه لا يثق بالجيش او الشرطه وانه سيجهز ميليشيات مواليه له بالسلاح لفرض سطوته على الحكم. ووفقا للعبه السياسيه في العراق فإن التسريبات تمثل فرصة كبيرة للصدر لازاحة شريكه المالكي عن المشهد السياسي والعودة إلى الواجهة مرة أخرى بعد استقالة نواب الصدر من البرلمان بحسب محللين سياسيين. كما تثبت التسريبات أن شركاء العملية السياسية لا يجيدون سوى لغة العنف وإراقة الدماء سبيلا للهيمنة وللبقاء في السلطة. في حين لا يبدو أن المشهد السياسي في البلاد يتجه الا الى مزيد من التعقيد والغليان